هذا ضربة ما طيار هذا صواريخ ثلاث صواريخ ضرب على هذا والله النسور مع فرق تطوعية من شباب أهل الموصل لتنظيف روضة النسور. الحمد لله بعد أن خرج الإرهاب من الروضة وبتعاون الجيش العراقي نشكرهم ونقدم الرحمة لشهداء الموصل من الجيش والشرطة وأهالي الموصل. الحمد لله اليوم تعاون الجميع من أجل موصل أحلى وإقامة شباب أهل الموصل ومنطقة أهل دندان بتنظيف الروضة، وإن شاء الله الأبنية المدرسية وعدتنا بإعادة تنظيمها، علما أن الروضة تأسست عام 1928 وتعتبر أقدم روضة بالموصل. نحن أكثر من خمس فرق شبابية تطوعية وصلنا اليوم إلى هذا الحي، حي دندان في الجانب الأيمن، واستهدفنا استهدفنا روضة النسور ومدرسة الهدى. طبعا الدمار موجودة، بعض الأنقاض وموجودة بعض النفايات في هذه المدرسة ومخلفات الحرب. هذا المكان كان مقر عسكري لداعش في الآونة الأخيرة، لذلك اتجهنا لتنظيفه وتأهيله، لأن في الفترة القادمة راح يتم فتحه فتحه واستقبال الطلبة للعام الدراسي المقبل. قامت الفرق التطوعية بتنظيف مدارس جانب الأيمن، وبداية نبدأ بمدرسة الهدى وروضة النسور، وإن شاء الله العمل قائم والأيام الجاية راح تكون مدارس أكثر وتهيئ أكثر للمدارس، ويوم يوم الأحد يكون راح يكون دوام رسمي في هذه المدرسة. اليوم أطلقت الفرقة التطوعية حملة واسعة في الجانب الأيمن حي دندان، شملت مدرسة الهدى وروضة النسور، وإن شاء الله لدينا مستوصف آخر لتنظيفه وإعادة تأهيله، إعادة الحياة في الجانب الأيمن وإعادة المدارس، وإن شاء الله يرجعون أحسن من قبل وتفتح المدارس أمام الطلبة والطالبات. قامت اليوم فرق تطوعية بانطلاق من الساعة 7 صباحا إلى الجانب الأيمن منطقة الدندان حصريا، قمنا بتنظيف كافة الحملات، اتحدوا اليوم والحمد لله والشكر، العمل جاري لحد هاللحظة هذه، تنظيف المدارس والروضة، روضة النسور المركزية روضة كلش كبيرة، والضرر كان بيها والأنقاض كلش كبيرة، بس ما شاء الله الشباب اللي جو عددهم كبير وهمتهم عالية وغيرتهم على مدينتهم كلش عالية، والحمد لله والشكر، يعني العمل لحد الآن مستمر، وإحنا فرق تطوعية مستقلة نعمل لأجل هاي المدينة، وإن شاء الله نتكاتف لنصل الأبعد مكان بالجانب الأيمن يدا بيد. طلقت اليوم مجموعة من الحملات التطوعية داخل مدينة الموصل، من ضمنها خلوها أجمل تطوع معنا لنا الحياة، فريق وطن، مثابرون للخير. انطلقنا على جانب الأيمن لإعادة تأهيل المدارس، من ضمنها مدرسة أو روضة النسور.